اهلا بكم مشاهدينا من على المقهى مره اخرى. هو احد مؤسسي فرقه اسكندريلا لكنه استقل وقرر ان يكون فريق او باند حكايات. هو معنا الان على المقهى الملحن والمطرب وايضا مؤسس حكايات شادي مؤنس. اهلا بك شادي. انا هسيبك انت تعرفنا ببقيه الناس. طبعا انا متشرف ان يكون معايا النهارده بقى اصحابي المطرب الجميل احمد عبد الرحمن، وعازف في الايقاع الاول يمكن دلوقتي امير عزت، ومن احسن الناس سمعتهم بيسمعوا يعني بيعزفوا كمانجا استاذ احمد عبد الستار، وصديقي الشاعر سعيد ابو طالب. قبل ما نتكلم عن حكايات برحب طبعا بيكم كلكم. قبل ما نتكلم عن حكايات نسمع حاجه. نسمع ايه؟ نسمع بقى نبتدي بكلمتين لمصر، كلمات شاعرنا الكبير طبعا احمد فؤاد نجم، واحنا عملنا لها تصور مختلف. تمام. من حنيني صمتها لك.
كنت خايف يلمحوها يقتلوها في سكة ضلمة شايف والنور بشاير ظهرت الصفات يا سلمان يا نسيم الشوق يا طاير خد لمصر الصبح الغنوة أداء رائع طبعاً، بس أنت مغير في الألحان. لا ما ده لحن، يعني أنا الحقيقة طبعاً يعني مع كامل احترامي للشيخ إمام، لكن أنا الحقيقة الكلام ده حسيته بشكل تاني، يمكن يعني حاجات شاعرنا الكبير أحمد فؤاد نجم اللي هي العاطفية الرومانسية الناعمة دي مش كتير قوي، فأنا الحقيقة حبيت أعمل لها لحن، يعني أنا يعني وجهة نظري في الكلام بشكل مختلف. بس ليه حكايات بقى؟ حكايات لان احنا اول ما ابتديت حكايات كنت حابب اقدم، يعني الاغاني كلها كانت بتتكلم عن حكايات حصلت لي او حصلت لحد من صحابي، كنت بقعد بقى مع الشعراء اللي كنت بتعامل معاهم، الشاعر طارق قطب والشاعر احمد نور وصديقي الشاعر سعيد ابو طالب، واحكي له، يمكن سعيد كنت مثلا اقول له انا عايز اكتب مثلا حصل لي كذا 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 فنفسي اعمل عنها اغنيه، كان في موقف معين حصل لي، فابتدت بقى هي حكاياتنا الشخصيه. تمام، نسمع شعر؟ نسمع ايه من حضرتك؟ نسمع بقى حاجه على الثوره. حاجه على الثوره. هنقول عتمان. نقول عتمان عوض الصوره. نقول عتمان. عتمان عواد الصقر، مصري بيتحدى الفقر، وفي حكاياته عن حكاياته عن معاناته جوه حياته نبرة صوته مليها الصبر. عتمان عواد الصقر بدأ كلامه بعد سلامه عن أحلى وأسعد أيامه، عيد الأضحى وبالتحديد أول أيامه في العيد، أول يوم العيد في الزحمة وخناقة في طابور اللحمة، ونقطع في هدوم بعضينا وابن الحاج يجي يهدينا ويقول الكل هيتراضى من غير عركة ولا لماضة، ياخد اللحمة ويشكر رب وكيلو اللحمة يكفيه شهر. عتمان عواد الصقر بيكلم أبو عتمان وبيحكي عن وطفة كمان، ما تأخرش لكن بتقدم، وقت الشدة بتجري تخدم على باشا قصره من قطنة، نخدم عنده ويكتم صوتنا وبنسكت لجل نلاقي زادنا، علشان بس نربي ولادنا، على عيني شقاكي يا وطفة هفضل أحبك طول العمر. عتمان عواد الصقر لسه بيحكي أبو عتمان واتكلم عن ابنه كمان، دمعة عينه سابقة كلامه، أصل ابنه استشهد قدامه علشان طالب بالتغيير من قلب ميدان التحرير، برصاصة واحدة في رقبته وقال بإيديا الاثنين شلته، ونبرة صوته مليها الصبر. عتمان عواد الصقر
وبيسترسل أبو عثمان واتكلم عن بنته حنان، طفلة جميلة 6 سنين تتكلم زي الملايين، رفض لعبها والمصاصة، ما أخوها استشهد برصاصة، وعلى لسانها 4 كلمات: هو أخويا عواد مات؟ واطفة دموعها تزيد وتزيد وتقول ابني الغالي شهيد، عواد راح ولكنه معانا، وصل صوتنا بكل أمانة، هو وكل الشهداء معاه راحوا وجابوا الفرحة لمصر. عثمان عواد الصقر. جميلة رائعة. أنا أستكمل معاك الكلام عن حواديت، لكن نسمع إيه؟ حكايات سوري، لكن نسمع إيه؟ نسمع بقى غنوة لسه جديدة، هي كلمات صديقي برضو الشاعر طارق قطب، وأنا يعني من مكاني هنا بحييه، وأتمنى إن إحنا نشتغل مع بعض أكتر، ونسمع بقى المدنة ده. تمام. ياللي الميدان ندهك وعملت مسامع، وفضلت قاعد في بيتك او حتى في الجامع، ياللي الميدان ندهك وعملت مسامع، وفضلت قاعد في بيتك او حتى في الجامع، لما الميدان ينتصر ما توريناش وشك، بلدنا من دلوقتي ما تجس للمايع، بلدنا من دلوقتي ما تجس للبارد، اللي يشوف الضحايا يقول ده شيء وارد، واقول له ده مقتول بالقصد يا ابن الناس، يغمس بعين ويقول ما جاتش على واحد. ياللي الميدان ندهك وعملت مجتمع، وفضلت قاعد في بيتك او حتى في الجامع، ياللي الميدان ندهك وعملت مجتمع، وفضلت قاعد في بيتك او حتى في الجامع. في بيتك او حتى في الجامعة، لما الميدان
عشان ينتصر ما توريناش وشك بلدنا من دلوقتي ما تبص للمايع بلدنا من دلوقتي ما تبص للبارد اللي يشوف الضحايا يقول ده شيء وارد واقول له ده مقتول بالقصد يا ابن الناس يغمس بعين ويقول ما جاتش على واحد كلمات شاعر طارق قطب والحانك شادي وغناء المجموعه طبعا دي كتبت امتى؟ واضح انها كتبت في اوائل ايام الميدان. هي كتبت مش في الاوائل يعني اللي انا فهمته من طارق ان هي انت عارفه كان في ناس ساعه الثوره كانت بتقول يا جماعه لازم نهدى بقى وبتاع والدنيا تمشي والسكه دي يعني ونقعد في بيوتنا وبتاع وطب يا جماعه ده في ناس ماتت ده في دم لا ده في مش عارف ايه فعارفه كان في صوت كده يعلى كده انا كنت واحد منهم على فكره عشان بس ما ابقاش منافق يعني بس اقتنعت في الاخر يعني بس فالاغنيه دي بتعبر عن الـ عن الـ عن الـ الفكر ده في الوقت ده كان في كده طيار طالع يا جماعه لا كفايه كده ونقعد بقى عشان نشوف الدنيا هو في الحقيقه ما زال يعني شيرين انت بتغني في حكايات وبتغني فين تاني؟ انا في فرقه حبايبنا هي فرقة بتقدم الفولكلور القديم المصري وفي فرقة تانية اسمها دروشة حاجة مختلفة تماما بقى الروك وميتال مصري برضو. بدايتك يعني كانت مع ايه؟ انا بدايتي كانت مع فرقة الورشة المسرحية حية وفرقة تانية عملناها اسمها عشرة غربي كانت حاجة بتقدم مزيكا خماسية فحاجات مختلفة شوية عن بعض. وانتي بتغني بس ولا بتعملي حاجة تانية يعني؟ لا بغني ده واخدة بس. بغني بس يعني مركزة في المزيكا. واحمد انا بدايتي كانت مع فريق حكايات ايه دي اول مرة تغني؟ وانا هاوي اصلا مش دارس مزيكا يعني بس كانت معرفتي باستاذ سعيد ابو طالب واستاذ شادي بداية شغلي معهم في فرقة حكايات. تمام شادي انت اسست اسكندريلا واسكندريلا يعني مشهورة جدا ومؤثرة ازاي خدت القرار بانك تسيبهم وتعمل حاجة تانية؟ والله هو يعني انا بالنسبه لي كان الهدف من اسكندريلا ان احنا يمكن عارفه في حاجات كتير قوي شاركت في الثوره من ضمنها الفن الاندر جراوند اللي هو الفن المستقل اللي هو ابتدى يتكلم ويقول رايه وما يخافش كان يعني في الوقت ده ما كانش في ناس كتير بتردد او يعني بتغني ضد كانوا بيخافوا يغنوا في ضد النظام او يعني او بينقضوا الوضع الحالي يعني فاحنا طبعا اخترنا الشيخ سيد درويش الشيخ امام اللي هم احسن ناس غنوا في السكه دي وكنا في هذا الوقت مختلفين وما كانش في حد كتير قوي بيغني كان في ناس بتغني سيد درويش بس مش بالشكل اللي كان عامله سيد درويش احنا حبينا نغني سيد درويش زي ما كان سيد درويش بيعمله والشيخ امام برضو وطبعا ده لقى نجاح كبير جدا وبعد كده انا حبيت بقى بعد ما يعني الرساله وصلت من اسكندريلا والحمد لله التي هم ما شاء الله يعني قررت تعمل حاجه ثانيه قررت بقى اقدم شغل انا الخاص وجهه نظري انا الخاصه في يعني مش لازم يبقى كله سياسه كان الاول سياسه كله مش لازم هنا عندنا في حاجات عاطفيه في حاجات على الوضع طبعا خلاص الظروف بتحكمك انك انت تغني اللي بيحصل يعني ما تبقاش بعيد عن الناس بنسمع عدي وقت الصعب طبعا هي عدي وقت صعب كلمات استاذ سعيد ويعني الحاني ويا رب تعجبكم ان شاء الله هنسمع بقى يعني انا عايزكم تستمتعوا باحمد عبد الستار Thank you.
الوقت الصعب وفوق امتى حيطرح شجر التوت عدي يا وقت الصعب وفوق امتى حيطرح شجر التوت تشرق شمسك نجم سمارك نحلم بيك في عز عمارك تشرق شمسك نجم سمارك نحلم بيك في عز عمارك ولا يمكن أحلمنا تموت ولا يمكن أحلمنا تموت نصبر حبة يا بر أمنا ما انت صبرت كتير علشاننا نصبر حبة يا بر أمنا ما انت صبرت كتير علشاننا شجر الحب ما بينا يطرح مصر بعظم التوت عدي يا وقت صعب وفوق امتى حيطرح شجر التوت عدي يا كمان رائع. ربنا يخليك. انتوا ايه المشاكل اللي بتواجهكم انتوا الفرق الاندر جراوند المستقله؟ لانه انتوا كان عندكم مشاكل كتير جدا قبل الثوره، لكن هل قلت بعد الثوره؟ لانه لا زادت. ازاي؟ لان هو اكبر مشكله في الفرق المستقله التمويل يعني. بكلم بصراحه يعني طبعا اللي هو ان هي بتعتمد على نفسها. فطبعا بعد الثوره بقت الدنيا حجم الشغل الفرق المستقله قل، فبالتالي الدخل او الحفلات عدد الحفلات قل والكلام ده، فبقاش في بعد الثوره. بعد الثوره طبعا ظروف البلد في كلها. انا شايفه انه مزاج الناس والحاجات اللي هي بتسمعها بعد الثوره اختلف عن قبل الثوره. في اقبال دلوقتي على اللون ده من الغناء. هو يعني طبعا اللون ده الغناء اتعرف عن قبل الثوره طبعا، ولكن الناس نفسها مسدوده يعني، محدش عايز يسمع، محدش يعني، ومفيش شغل في الدنيا كلها يعني، الحال الدنيا واقفه، فبالتالي المزيكا واقفه. وبعدين تيجي تعمل حفله تلاقي مش عارف في مثلا تصادف مظاهرات او اعتصامات او تفر فتتلغي او الناس ما تجيش، فطبعا الموضوع بقى اصعب. شيرين كنت عايز تقولي حاجه؟ انا كنت عايزه اقول ان في حاجه كمان في الفتره الاخيره، مشاكل جديده اللي ظهرت، ان اماكن العرض يعني حتى لو الاقبال زاد فاماكن العرض مساحات العرض محدوده جدا قدامنا دلوقتي اكتر من قبل كده، بالاضافه لان في جهات معينه بقت تعمل رقابه على النوع اللون اللي بيتقدم ده، طبعا مرتبط بالوضع بعد الثوره طبعا طبعا. يعني والنوع ده من الرقابه ما كانش موجود قبل الثوره؟ لا ما كانش موجود.
يعني بيعملوا رقابه على الماتيريال. هو زاد مع الاستقطاب السياسي اللي موجود دلوقتي. بالظبط بالظبط، لان في حاجات معينه بتتقدم دايما تبقى ضد السياسه، مثلا الملك المكان بيقدمها، او يعني ضد الحاجات اللي هو عايز يعني هتعمله مشاكل، ضد الحاجات اللي هو عايز تحمل اسمه يعني. بس المكان اللي بيوافق انه يتعرض عنده فرق للاندر جراوندز، معروف ان الاندر جراوندز يعني ليهم خط معين، الفن الموسيقي ليه خط معين ومختلف، يعني ازاي بيقدر يعني يملي شروطه او يحط رقابه؟ هو اللي بيملي شروطه بيمليها من حيث ان هو عارف ان المساحات محدوده جدا قدام الفرق المستقله، وعارف ان مفيش تمويل ومفيش دخل بيجي من ده، فانت هتعرض عندي هتعرض بشروطي. تبقى زي ايه الشروط؟ ممكن يتدخل في ايه يعني؟ ممكن يتدخل في المحتوى اللي بتقدميه، يعني في جهات معينه بتطلب تعرف المحتوى ده ايه من قبليها، كلمات الاغاني، في بيعترضوا على نوع معين من المزيكا مجرد ان هو مخالف لتوقعاتهم عن المزيكا. طب سمعونا حاجه ثانيه نسمع ايه؟ انا عايز نسمع بقى نستمتع بشيرين شويه في طقطقه بقى يا ناس انا مت في حبي للشيخ سيد درويش. نعم نخرج بره جو السياسه شويه، هنرجع له ثاني يعني. حاسبوني حدش
حاسبوني حدش كده جميل جميل يا شيرين. شكرا. مشاريعكم جايه ايه شادي؟ والله يعني دلوقتي بنحاول نخرج سوري بحاول نخرج بحفله او حفلتين بره مصر ان شاء الله. بره مصر؟ بره مصر لان ده مهم برضو في السي في حتى بتاع اي فرقه وربنا سهل يعني احتمال يبقى في مشروع قريب مع كورال الاطفال الصعيد لسه حتى النهارده متكلمين فيه وده هيبقى كويسه جدا يعني. انتوا خرجتوا قبل كده بره مصر ولا دي هتكون اول مره؟ كلنا خرجنا بس كل واحد خرج في فرقه غير حكايات. لكن حكايات ما خرجتش؟ لا حكايات لسه لان لسه بقى لناش ثانيه يعني. وقد ايه بيفرق معاكم يعني استقبال الناس بره من جوه يعني؟ يعني انا هتكلم عن تجربتي انا طبعا انا خرجت في يمكن مع اسكندريلا طبعا موضوع مختلف خالص هي انك انت رايح لجمهور هو مش عارفك فهو باختصار كده ان هو هيحبك لو انت كويس مش هيحبك لو انت مش كويس الجمهور بتاع الجمهور اللي احنا يعني الجمهور بتاعك بقى ساعات كتير قوي بتطلع المسرح هو اوريدي خلاص انت عندك في شعبيه ليك جوه قلبه وفي حب ليه جوه قلبه فانت حلو وحش هو حبك وهيسقف لك لكن جمهور بتاع بره مختلف لان اول مره يشوفك فهو انت لو كويس هيسقف لك مش كويس مش هيسقف لك. انا عايز اروح بقى كده الامير واحمد هم أيوه. معاد قوي بس أيوه. حاول نتكلم وانضميتوا ازاي لحكايات شادي شخصيه جميله لدرجه ان لما بيكلمني يعني ببقى نفسي طبعا شادي محفظك الكلام دون ببقى نفسي يكلمني يعني يقول لي ان احنا هنتجمع النهارده وهنعمل حاجه بخصوص حكايات بخصوص اي حاجه تخصه انا بحبه بس قبل حكايات كنت فين؟ لا احمد في كل حته يعني احمد ما شاء الله من العازفين يعني كمانجا المهمين هو بس خجول شويه بس هو من العازفين الكمانجا المهمين بجد في مصر وفي الوطن العربي بجد وهو دي كانت دراستك؟ دراستي خريج موسيقى عربيه معهد موسيقى عربيه خريج معهد موسيقى عربيه وبعمل ماستر ودراستي تمام احنا طبعا اصحاب من قبل حكايات بس لما جت الفكره ان تبقى في فرقه نعمل يعني فكره معينه عن مزيكا معينه بتتقدم فشفنا الحاجات اللي احنا عايشينها المشاكل اللي عايشينها او القضايا الاجتماعيه اللي احنا بنعيشها وفكرنا بقى ان شادي يكون الفرقه دي وعملها وهو يعني معظم كل الالحان من عند شادي طبعا الحان شادي وبنتكلم طبعا عن يعني حاجه لسيد درويش والحاجات القضايا من ايام يعني اللي حكاها سيد درويش وغناها احنا بنقولها يعني بنقولها في الوقت ده فدي طبعا يعني حاجه كويسه جدا بنعيشها طبعا لغايه النهارده. استاذ سعيد حضرتك برضو تحمست ازاي او ليه لحكايات وشعرك مين تاني بيغني؟ والله انا يمكن لما قعدنا انا وشادي عملنا يعني اغاني حركة يعني هو يقول لي انا مش سامعه كويس معلش يعني هو شادي لما قعدت انا وهو كنا يعني هو يقول لي عايزين سعيد نعمل اغنيه تتكلم عن كذا فبنتكلم دايما عن الواقع اللي احنا عايشينه تمام يعني بنعمل اغاني بتتكلم عن الواقع فانا عايز اقول حاجه بمناسبه الاعتراضات الكتير حاجه بسيطه قوي اتفضل زرعنا بذره اعتراض في دقيقتين شجرها طرح جالنا الهم والامراض ولسه قلوبنا فيها مرح بس الثوره تغير لونها والظباط هتربي دقونها وأمن الشرطة الله في عونها طلبة قصاص وحالتهم صعب عايزين يقتصوا من الشعب ولسه الشعب في قلبه مرح أنا مش فاهم هي دي ثورة ولا فرح احنا كان عندنا فقرة على المقهى على الضباط الملتحين هو أنا وسعيد أساسا صحاب يعني احنا صحاب وساكنين يمكن في منطقة واحدة ويمكن حتى الدكتور أحمد اللي كان ضيف حضرتك قبليها كمان؟ يعني احنا النهارده الحفلة بالصدفة يعني حلقة فيعني جت المعرفة يعني أنا حبيت لما نقدم حكايات إن احنا نبقى أصحاب وأنا شيرين أعرف شيرين من زمان جدا من قبل حكايات وما كنتش أعرف إنها بتغني أساسا وبعدين اكتشفت أعرف ثروة لا يعني هي شيرين كانت بتخجل إنها تقول لنا يعني ما تفهمش ليه يعني سايبة أنا كده وأنا وأحمد وأمير احمد ابو الرحمن كان صاحب سعيد احنا كلنا اساسا في الاصل اصحاب قبل حكايات
بالتالي ده سهل عليكم ان انتوا تشتغلوا مع بعض. كتير جدا كتير جدا. الناس حابه انها تقعد نعمل يعني ممكن نقعد بروفا نقعد قبليها ثلاث ساعات وبعديها ثلاث ساعات، احنا حابين نقعد. فده بيخليك تجود الدنيا اكتر يعني. طيب سمعونا ايه بقى دلوقتي؟ سمعكم بقى فاتك كتير. احنا معانا قد ايه؟ احنا معانا انتوا عايزين لا عشان ست دقايق نغني فاتك كتير بقى. كلمات استاذ سعيد برضو والحاني. طيب فات الكتير يا مصري فات الكتير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. فات الكتير يا مصري فات الكتير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. بكرة هتصبح حاكم آمر كل كلامك يبقى أوامر. بكرة هتصبح حاكم آمر كل كلامك يبقى أوامر. وطني وقلبك دايما عامر فيه الحب وفيك الخير. فات الكتير يا مصري فات الكتير يا مصري فات الكتير فات الكتير يا مصري فات الكتير. أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير يا حبيبي. فات الكتير يا مصري فات الكتير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. ارفع راسك شوف النور، عمر المصري ما عاش مكسور. ارفع راسك شوف النور، عمر المصري ما عاش مكسور. ارفع راسك شوف النور، عمر المصري ما عاش مكسور. ارفع راسك شوف النور، عمر المصري ما عاش مكسور. لو مشغول قوي بالدستور، لو مشغول قوي بالدستور، عشنا سنة من غير دساتير. فات الكتير يا مصري فات الكتير يا مصري فات الكتير فات الكتير يا مصري فات الكتير. أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير يا حبيبي. فات الكتير يا مصري فات الكتير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. اطلب حقك ناقش جادل، خلي مثالك عمر العادل. 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 وادعي يجيلك حاكم عادل، ادعي يجيلك حاكم عادل بانتخابات مش بالتزوير. فاتل فات الكتير يا مصري فات الكتير يا حبيبي. فات الكتير يا مصري فات الكتير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. فات الكتير يا مصري فات الكتير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير، أرضك هتنبت وتثبت إنك كبير. كانت يعني تمام يعني بحاول يمكن. بتغني لمين تاني يا شادي؟ من انا زي ما قلت حاجه بغني يعني الحمد لله ان انا كان ليا تعامل مع ناس بجد يعني شعراء مهمين جدا. انا اتعاملت في اول تعاملي خالص مع احمد حداد اللي هو حفيد فؤاد حداد وصلاح جاهين. طبعا
وعملت معاه حاجات حلوه جدا. وبعد كده عملت مع شاعر يمكن هو مش معتبر نفسه شاعر لكن انا بشوفه من اهم الشعراء الموجودين، احمد نور. وتعاملت مع واحد من شعراء الثوره ومصطفى ابراهيم طبعا. وطبعا شرفت برضو بالتعامل مع صديقي وشاعر برضو من الشعراء المهمين في مصر دلوقتي طارق قطب، واخيرا تعاملت مع الشاعر سعيد ابو طالب. اكتر شغلي معاك. انا استمتعت بوجودكم جدا معايا على المقهى، وبشكركم شكرا جزيلا شادي مؤنس، شيرين عبده، احمد عبد الرحمن، امير عزت، احمد عبد الستار، شاعر سعيد ابو طالب. بشكركم شكرا جزيلا، وعايزاكم تختموا باغنيه، لكن ايضا اشكر المشاهدين على متابعه هذه الحلقه من على المقهى، واترككم مع هذه الاغنيه. بحبك 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 يا مصر. بحبك 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 يا مصر. مسايا وصباحي بسبح بحبك، وحبك شفايا وجراحي يا مصر. بحبك بحبك ومين زي ملك، وده للخطاوي في حبك يا مصر.